حياكم الله. يتجدد الخلاف مع كل موسم يتضمن كتابة أو إقرار قانون يتعلق بالموازنة، ورغم الوضع الاستثنائي الذي يعصف بالعراق جراء التراجع العالمي لأسعار النفط وتفشي فيروس كورونا، فإن الخلافات بين حكومة المركز والإقليم لا تكاد تهدأ حتى تتصاعد وكأن آخرها في جلسة البرلمان العراقي بإقرار قانون الاقترار لتمويل رواتب موظفي الدولة رغم غياب الكتل الكردية. رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني اعتبر تمرير هذا القانون دون الاتفاق مع الجانب الكردي طعنة من قبل الكتل الأخرى في ظهر شعب كردستان حسب قوله. أما الرئيس العراقي برهم صالح فقال من المؤسف أن إقرار القانون قد تم بغياب التوافق الوطني وتحديدا مع المكون الكردي، ما يشكل سابقة سلبية في العمل السياسي نواب. وفي بيان مشترك جاء فيه القرار لم يكن موضع إجماع النواب كما هي العادة في القوانين والتشريعات، غير أن هناك وللأسف محاولات لإضفاء بعد سياسي على القانون وتقديمه كأنه استهداف لجهة معينة، ونقصد هنا أخوتنا الأكراد شركاء الوطن. والسؤال هنا ماذا تريد أربيل من بغداد، وماذا بمقدور بغداد أن تصنع، وهل من خلافات جديدة ستعكر الأجواء ما بين الطرفين؟ هذا ما سنعرفه بصحبة ضيوفي في حلقة اليوم في حديث بغداد، واللي راح تكون بغداد وأربيل ورحلة الألف ميل. لكن بعد هذا التقرير وأرجع لكم.